جديد ياك ديما لي بوركيني كما العاده. هذا صراحه زوين حيت فيه الكاش ديال البلو. عاوتاني شي حاجه رائعه غزال. 150 درهم هانتوما البنات. الاولى غتصيفط فيها. اهلا وسهلا الغزالات ديالي، كيف دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، اموركم طيبه، وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو صراحه توحشكم بزاف 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 بزاف. شويه كنت معاكم هاد الايامات شويه كسوله في رفع الفيديوهات على يوتيوب، حيت صراحه راني مشغوله مع بنتي على حسب الكتر ايام، وصراحه داك ستريس اللي كيدوزوا منه كاع الامهات راكم عارفين انه بحال راه حنا كندوزوا امتحان ماشي هما. ايوا الله ينجح الجميع، مبروك كاع 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 الناس اللي نجحوا في الباك، كنقول لكم مبروك والف مبروك، لا بالنسبه للناس اللي كيقراو العاديين ولا حتى بالنسبه اللي كانوا داروا باك ليبغ، كنقول لهم الف مبروك، وان شاء الله الله يوفقكم مازال في المسيره الدراسيه ديالكم من مور الباك، وان شاء الله يوفقكم الله لداكشي اللي بغيتو ان شاء الله بحول الله. وبالنسبه للناس اللي ما نجحوش كنقول لهم ماشي نهايه العالم، هذه فرصه تقدر تعطاكم انكم تجيبوا دي بون نوت حسن ياهلكم مدارس اخرى ان شاء الله، ياهلكم لشي حوايج اللي ما تكونوش متوقعينهم، فالخير فيما اختاره الله. ولا ما نجحتوش هذا العام، العام الجاي ان شاء الله شدوا هكا راسكم مزيان وان شاء الله يكون خير. بغيت كاع الامهات اللي وليداتهم ما نجحوش ما بقوش تأنبوهم او لا تعاقبوهم او لا شي حاجه، بالعكس شجعوهم على انهم يزيدوا يواصلوا ان شاء الله العام الجاي ويكملوا، وحفزوهم هكا ان شاء الله، عاونوهم اللي عنده شي نقص هكا في شي ماده ديروا لهم هكا لي كود سوتيان هكا باش هكا حتى هما يتشجعوا ويكملوا. بعدا بغيت نشكر كاع الناس اللي كنتلاقى بهم سواء في السوق سواء في لاكود او لا، مهم وحق الله العظيم البنات الى واحد الفرحه كنحس بها ما يعن بها غير الله، خصوصا انني كنلقى ميماتي الغزالات الفنات يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي شحال زوينات اللي كمتبعيني وحق الله، عرفتي وكنحشم وحق الله، عرفتي وحق الله العظيم اللي كنحشم، وصراحه فخر ليا شي حاجه اللي زوينه. تلاقيت مع واحد السيده واحد الميمه كنحماق عليها من هنايا، كنوجه لها تحيه من هنايا، كنقول لك الله يحفظك ليا والله يطول في عمرك، عرفتي وحق الله الكلام ديالكم هو اللي تيخليني انني نزيد نكمل في يوتيوب رغم ان المدخول جد 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 ضئيل، ولكن والله العظيم البنات الى غير المحبه ديالكم اللي مخلياني نستمر والله العظيم. شنو بغيت نقول لكم عاوتاني، بغيت نقول بالنسبه للبنات اللي ما حالفهمش الحظ في القرايه، وقفوا المسيره الدراسيه ديالهم لظرف من الظروف، جلسوا ما داير ما كيديروا حتى شي حاجه غير جالسين، اولا بالنسبه للعيالات اللي غير جالسين حتى هما في الدار ما كيديروا حتى شي حاجه، قنطوا بغاو حتى هما يكون عندهم واحد المدخول مادي اللي غادي ان شاء الله يديروا به. راكم عارفين حنا العيالات راه يد وحده ما كتصفقش، ومتطلباتنا كثيره، والراجل شحال قدو ما يعطي، ودابا الوقت تبارك الله راه غدا وكتغلى، فالعوين زوين وانك تكون تحققي ذاتك وديري مدخول لي خاص بك نتيا راه شي حاجه اللي مهمه في هذا الزمان. فجبت لكم واحد الفورماسيون، انا ما غنقول لكم سيروا تقيدوا في شركات او لا اختي، سيري تعلمي وخدمي ياك البنات. هذه واحد الفورماسيون دوره تكوينيه، هذه غتكون واحد دوره تكوينيه في مجال الميك اب، دوره تكوينيه ميك اب ارتست، غادي في اخر دوره غادي تحصلي على اتيستاسيون اللي غتاهلك انك تخدمي هكا في اعراس او الا فتحتي صالون ديالك او بغيتي تخدمي مع شي واحد، عندك هذيك لاتيستاسيون ديال ميك اب ارتست اللي غادي تعلمي على ايدي خبيره التجميل خبيره الميك اب نوريه بن مسعود. هاد السيده راه معروفه على صعيد اكادير، وتبارك الله راه كدير دي فورماسيون بارتو في المغرب، راه عندها فورماسيون ان شاء الله لو 1 جويي في العيون، وغادي تكون عندها فورماسيون في مراكش، وديجا راه دابا اونكور في واحد الفورماسيون هنايا في اكادير، وغتعاود الدوره الثانيه غادي تكون في لو 15 جويي 15 شهر 7، غيكونوا فيها 5 ايام من 15 16 17 18 19.
غيكونوا فيها 5 ايام، وغادي تعلمكم الاساسيات ديال المكياج، مكياج انفيتي، مهم من الصفر حتى الاحتراف ان شاء الله. هاد الدوره هادي راه ماشي غير بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا، حتى بالنسبه للهويات، البنات هكا المزوجات اللي كيبغوها كيديروا مكياج في ديورهم، شي حاجه اللي زوينه صراحه. اولا الا كنتي معروضه ما تحتاجيش اشاك فوا تمشي للصالون، هكا كيكون عندك هذاك هذيك لاباز، كتكوني عارفه بحالاش تماكي لراسك. حيت صراحه انا من راسي وجبت فاش كنماكي راسي كيعجبني راسي اكثر ما كيماكي ليا شي واحد، فهمتوا البنات؟ مهم كما قلت لك، الا كنتي زعما هاويه وبغيتي انك تبقاي تماكي لراسك، ماشي بحال اشاك فوا تمشي للصالون تماكي وهكا تخسري فلوس وهكا، كتشري غير الماكياج ديالك وكتماكي لراسك. بالنسبه للدوره راه الماكياج على حسابها من عندها، غتعلمكم عرفتي، كتعلمكم من قلبها، كتعطيكم الاسرار ديال الاسرار ديال الاسرار. وعاد راه كدير معكم هكا فورماسيون اونلاين في الواتساب، عاد كتبدا معكم التطبيقي، فهمتوا البنات؟ راك هاد 5 ايام ما عرفتش وقيله فيها قبل منها كاينه فورماسيون اونلاين، عاد كتمروا للتطبيق. بالنسبه للفورماسيون راه المقاعد جد محدوده، هي غادي تاخذ غير 10 ديال البنات، فإلا كنتو انتريسي غنخلي لكم الانستغرام ديالها هنايا، دخلوا عندها حجزوا المقاعد ديالكم. راه الدوره راه تبارك الله، راه البنات راه هاد الدوره اللي فازت تبارك الله، راه البنات راه هكا اللي بغاو يتسجلوا عندها، ولكن كانت المقاعد قليله، فاللي بغات تنضم ليها دخل عندها الانستغرام، تواصل معها عبر الخاص، ما تنساش تقول لها رانا من طرف لطيفه، غنكون فرحانه بزاف 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 الا مشيتو من عندها. وهذا ما كان البنات، حظ موفق للبنات كاملين اللي قدرت انها تعاون راسها بشي حرفه بشي حاجه اي حاجه، ما تبقاش جالسه في الدار، لان الجلسه في الدار ضايع للوقت، ضايع. مهم راكم عارفين البنات، كتولي كتفكري بزاف بزاف ديال الامور، اللهم تشغلي راسك في شي حاجه اللي غادي تعود عليك بالنفع. هذا ما كان البنات، راكم عارفين هاد الدومين تبارك الله دابا راه مطلوب في الموسم ديال الصيف ديال الاعراس، راه كيكون مطلوب، فراه غادي تاخذوا اتيستاسيون معترف بها تبارك الله على يد خبيره كيف ما قلت لكم نوريه، راه تبارك الله الله يعمرها دار هاد السيده، والتعامل ديالها جد راقي بزاف، وكتعلمكم كيف ما قلت لكم كتعطيكم من قلبها. مهم راه كما قلت لكم الدوره غتكون نهار 15، حجزوا المقاعد ديالكم قبل ما تسالي، قبل ما صافي تحبس التسجيل. هذا ما كان، غادي نخليكم دابا غنديكم معايا للسوق نشوفوا الجديد عند حسن ستوف، نشوفوا الجديد ديال بوركينيات. وشكرا بزاف للبنات اللي كيمشيو من طرفين عنده كيتقداو، شكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم فيا والهلي خطاكم عليا، وخليكم معايا مع بقيه الفيديو. ما تنساونيش بلايكاتكم تعاليقكم الزوينه وبارطاج الفيديو باش تشجعوني كثار وكثر، انا نحط فيديوهات، راه الفيديو الاخر مقلقه منكم البنات. الفيديو الاخر اللي حطيت لكم ديال العيد صراحه كانت المشاهده فيه قليله، وهذا الشيء ما تيشجع صراحه، فعاونوني بالبارطاج وباللايكات والتعليق، الا ما قدرتيش تكتبي تعليق خلي لي غير قليب ولا شي ايموجي لايك او شي حاجه، اي حاجه باش مسخاك الله غير ما تبتي الحضور ديالك ياك اختي. ايوا شكرا لكم بزاف 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 بزاف، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم ليا، وخليكم معايا مع بقيه الفيديو ما تمشيو فين. وهنا الغزالات ديالي قيتوني غاديه للسوق، غادي نشارك معاكم الجديد عند حسن ستوغ، راكم عارفين دابا الصيف صيف وبغالو شي بوركيني يكون زوين ومستور وانيق، وفي نفس الوقت ما يلصقش على هكا على الذات، وكذلك يكون زوين مبرد. فحسن ستوغ راه جاب لكم واحد الكوليكسيون كبيره من لي بوركيني كيف ما كتشوفوا، كاينين الطوال كاينين القصار كاينين لي كومبين بالكاشمايو ديالهم، كاينين مجموعه من لي بوركيني. بالنسبه للمحل راه كيتواجد في سوق الحد رقم المحل 821، راه دائما كنبارطاجي معكم اللوكاليزاسيون ديال المحل، غادي نبانكلي لكم الفيديو اللي فيه الطريق بالضبط. السلام عليكم سي حسن، واش راكم مبروكه تعيد وتعاود واش ما تمنيتي؟ ان شاء الله اللهم لك الحمد، جبتي الجديد ياك ديما لي بوركيني كما العاده.
إيه تبارك الله. اه فيه لي طايم من الام حتى لكاتر اكس ال. من الام حتى لكاتر اكس ال. لي موديل هادو كاملين فيهم جوج جوج فيهم هاد لي كرو فيهم هاد لافيرميو. اه وبطبيعة الحال فيهم البوني الكولون. فيهم البوني والفولاغ. الفولاغ اه. تكون فيهم جوج بياسات. إيه تيكون بوني. البوني هادي. تيكون فولاغ اه سي جو بالكولون اه. إيه تبارك الله تهو راه وافي وتيجي معاه السويك ديالو تيجي معاه الكولون إيه والبوني كاين هادو اها اه دي كومبينا هادو تيجيو زوينين البنات اه والكاش ديالهم اه هذا هي الحاجه اللي خلات انا بناتي ما يبقاوش يلبسوا ليا هذا حيت ما فيش الكاش هذا صراحه زوين حيت فيه الكاش ديالو زوين لا كانوا عندي انا العام اللي فات كنت خديتهم من ديكاتلون ولكن ما فيهمش هذاك الكاش اه زوينين والكاش على حساب لاطاي اه ما حد لاطاي كتزيد والكاش كيزيد كيكون كبر من هكا هانتوما زوين حتى اللوين ديالو فن هادو فيهم لي كرون طاي ايه ايه واسع يا البنات هذا تبارك الله وافي كاين موسع من هذا راه باقي موديلات اخرين واسعين هذا غير كاتر اكس ال اه ما شاء الله باقي فيهم 5 و6 و7 تبارك الله شوفوا البنات باقي فيهم 5 و6 و7 اكس ال بطبيعة الحال وحتى هو تيجيب هكا بالكولون والفولاغ والبوني هذا. اه هادو لوينه صايفين بامتياز لوينات جدادين ما دايرينش الزيف وكيبغيوش يعملو السر زويونين هكا كيجيو نصكم حتى بالنسبه للبنيتات والله الا واعرين يكون معاهم فطا اه والله الا زويون هذا وشحال الثمن ديال هذا الخير هذا داير 230 230 والله الا فهم زوين باينه فيه تبارك الله الثوب ديالو غريب ماشي داك الثوب اه اييه ثوب غزال ما شاء الله اه هذا الموديل هذا حتى هو بحال تقريبا اللي خديت العام اللي فات اه 5 اكس ال اه الثمن ديالو 250 والله الا الثمن مناسب اكس ال ماهوش قريب فعلا انا خديته العام اللي فات كثار من هذا الثمن اه والله الا اللي بغات بحال هذا انا تنهضر على اللي بغات الكاليتي فعلا اه شي حاجه اللي ما غاديش تلصاق و داكشي ديال لانتين راه موجود 200 199 راه موجود ولكن راه داكشي عادي اه تنخدم في داك الشوب شي حاجه كاليتي فعلا زوينين هادو الصراحه شو البنات هادو كيشوفو تا هما زوين وثمن ايه الثمن مناسب السيمانه الجايه اه داخله هاد لاكوليكسيون كامله ايه هادو تيجيو بحال ديغوب هادو موديلات مصريين هادو كاملين كيجيو كلوش من التحت السيمانه الجايه هاد السلات كاملين غيكونوا اه هادا بالكاش زوين هادا ايه حتى هذا واعر صراحه هذا حتى هو غيكون هذو كاملين راه الكتالوج كامل غيكون صراحه آه. عليكم السلام ورحمه الله هذا راه كاين هذا كاين هذا هو اللي شفتو في الخلق ياك حتى هو طويل بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هكا لي بوركيني طوالين هانتوما البنات راه طويل فايت وصل الركبه ولا فايتها كاع فايت الركبه اه فايت الركبه آه. وشحال الثمن ديال هذا هذا كيبقى ب 300 درهم بالنسبه لي طايلي فيه هذا فيه من الام حتى لكاتر اكس ال من الام حتى لكاتر اكس ال وكاين هذا فيه حتى ل 6 دبي اكس ال تبارك الله زويون هذا حتى هو اه 6 اكس ال باقي فيه لا طايف راس وشحال الثمن ديالو حتى هو 300 زويون هذا حتى هو حتى هو زوين فيه هذاك الديتاي هكا في الجناب بالكولون ديالو ما كتبغيش الصور تكون بحال هكا هذا الفيرميو اه ماشي كولون هذا اه تيكون فيه داك الشبيكه من الداخل وتيكون مقبوط من التحت زويون هذا حتى هو هذا راه وليت قبيلات اييه هو هذا
حجره ما كتبان حتى كتكون ملبوسه صراحه. هادو كاملين هاد السيل هذا حتى هو راه كاين عندي. اييه هذا التصاور هذاك هو اللي في المونتاج. اييه هاد السيل هذا هو اللي حديت لك. اييه هذا فيهم الشكلات كاملين الشكل صراحه كلهم زوينين من الام حتى لباتريكس اف. وهذا فيه بيك سايز هذا اللي وليت راه فيه حتى 7 اكس ال. تبارك الله حتى هو ب 300 درهم. 300 درهم ها انتوما البنات هذا راه 7 الله زويون صراحة انبيرميابل. انبيرميابل هذا كامل وفيه هو البوني والفولا. البوني ديالو تبارك الله. هذا اللي كنت خديت لبنتي بحال هذا تا هو زويون كاينين. هادو تا هما البنات هادو بليكاش زويونين. هادو هما اللي ورا لكم دي كومبين بالكاش ديالهم تيجي هكا كاش طويل. شوف البنات هي اي تهدف فن في الكتالوج واعر هكا فيه هاد النجيمات واعر واعر زويون. شو كيفاش جاي انيق صراحه. وهذا هو البونطالون ديالو تيجي حتى هو فيه الالاستيك من التحت. شو البنات فيه الالاستيك وفيه البوني والفولار. رائع. هذا فيه غير هاد اللون هذا؟ لا فيه هاد اللون البلو مارين وفيه البلو مارين فيه الكري والبلو مارين. هادو ديال تركيا حسن ديال تركيا. ديال تركيا زوينين. البلو عاوتاني شي حاجه رائعه غزال زوين بزاف. هذا مازال جي فيهم مود انا زوين هذا الصراحه. شوفوا البنات والله حتى واعر لا كاليتي ديالو عفتي هكا فاس. وراه ماشي هاد اللون اللي كيبان لكم دابا لا بلو نويل بحال كتشوفوا في السماء. ماشي هاد اللون اللي كيبان لكم في الكاميرا. ها هما لي بوني ديالو والفولار. صراحة رائع زوين زوين بزاف. وتا هو الثمن هذا 300 درهم. 300 درهم والله الا الثمن مناسب داير معكم خويا حيت. وكنشكر بزاف البنات اللي جاو خداو جارتي بعدا جات خدات لبنتها. هي قالتها لك المهم كنقول لهم اي جارتي مسكينه اي الله يعمرها دارتها هي قالتها لي بالنسبه لي بوركينا كاينين شي موديلات راه درت فيهم بروموسيون ياك بقاو عندي فيهم انا نحسبهم 2 4 6 8 10 14 قياسه ديال 50 150 درهم. ها نتوما البنات جات الاولى غتصيفط فيهم فيهم شوف البنات ولا برومو سالم صافي غتبقى تيساليو 14 بياسه 14 بياسه. شوف البنات بروفيتي اللي طاي كيكونوا فيهم خمسه هي كل واحد وزهرو الى لقات هنايا حتى لي سيرفي. اي تا هما درتي لهم بروموسيون درتي لهم الصوت درت لهم كاملين 200 درهم. شوف البنات اي ديال الصيفيه اي دخلت فيهم لي تيشيرت ودخلت فيهم دابا حتى لي زونسون تيشو هكا بالسروال هادو بالكولون بالسروال بجوج زويونين مستيلين صراحه فنين فيهم لوينات صيفيين زوينين. التيشيرتات هادو راه فيهم الوان بزاف هادو هادو غزالين حتى هما هادو هما ديال الصيف هادو هما ديال الصيف صراحه باسبارتو بالنسبه للتيوات هادو 200 درهم. اييه هانتوما البنات اللي بغات كسيوة ديال الصيف وراه واسعين وافيين زعما واللوينات ديالهم 270 درهم كلشي هادشي هاد 15 يوم كامله 270. شوف البنات والله الا تلكم اسمنه مناسبه بارابور بلايص اخرين والله العظيم هادو كلهم 270 ياك 270 والكساوي 200 درهم 200 درهم من الام حتى دوبل اكس اي فيهم تبارك الله ها فيهم بالنسبه اي تبارك الله راه كاين مازال ان شاء الله. اللهم يسر دابا راه الطلب غيكون كبير على لي بوركيني اي كياخذوا هكا اون لين اي ما كيبغيش يعد براسو راه حسن تيدير لا ليفريزون بارتو في المغرب كامل فيما كنتي تبارك الله ها ما شاء الله فيما كنتي توصلك ها انتما البنات ما شاء الله اييه زوينين هادو حتى هما معايا 120 درهم ما الى ثمن مناسب صراحه سمايل فيهم اللوينات
ها هما البنات الاخرين وخلاص راه عنده ثاني بوركيني ديال البنات الصغار حتى هما راه كاينين 18 عام كاينين حتى لي كومبين بحال هكا حتى هما راه زوينين بالنسبه لي بالغين راه دخلت فيهم عاوتاني الموديل هذا هادو هذا سيجي هكا في كيكون شي بيه عالي عالي وتيكون هكا في خلاص هذه ديما كاينه هذه هي هذه حتى هي كونفورتابل بزاف خدات ثاني صح ديما عليها الطلب هذه وهذه راه باقا حتى هي فيها باقي فيها واحد البروموسيون 180 درهم هذه شو البنات هذه 180 درهم شي 20 بياسه 180 درهم اللي جات غتاخذها ب 180 شو البنات راه هادو راه زوينين هادو خفافين بحال ما لابسين والو مريحين باللبسه هذيك السيواش هادو صيفيين حتى هو فيهم لي بولو بحال هكا وفي هاد السيوا هادوك زوين لي بولو شحال قلتي 80 درهم والله الا زوينين تباعو ب 150 هادو زوينين هكا حتى البنيسات كيبغيو يلبسوهم حتى العيالات كبار لبسه بحال هكا اييه المهم تبارك الله راه المحل متنوع عنده كل شيء عنده لي سيرفيت طوال ديال المحجبات عنده راه دائما كنصوره لكم المحل كاين في سوق الحد عاود وري قول لهم لوكاليزاسيون المحل حسن الصور كيتواجد في سوق الحد بالضبط باب تسعود يوم زائد واش انا الزنقه الاولى لا الثانيه رقم المحل 821 صافي وراه دائما راه فايت ليا انا شحال من مره صورت ليهم اللوكاليزاسيون ديال المحل وحتى عندك ستوري على اون باقي دايرو في انستغرام اللي ما عرفش وغنخلي ليهم حتى رقم التليفون اللي ما عرفش راه يتصل بسي حسن غيجيبو حتى المحل هادو راه من الام حتى 7 اكس لي ما بغيتش توصلك فين ما كنت لا الفريزون توصلك حتى فين ما كنتي شي حاجه الطوب لا ما تذكروش عليها قلت لك انا شي حاجه اصلا اللي غادي فعلا هذاك الشيء اللي كاين انسان كيبغي يكسب الكليان باش مره اخرى يعاود يكوموندي ماشي يصيفط لي شي حاجه لا علاقه الحمد لله اللهم لك الحمد والسلعه راك داويه على راسها باش ديت لها هذا لي بريزون ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اللهم يسر كيجربوا السلعه كيلقاو داك الشيء اللي كاين اللي كيشوفوا في الواقع ولكن في الواقع في الواقع فعلا هذاك الشيء اللي كاين نبيعوا لهم الاول هذاك الشيء اللي كاين اخويا حسن الله يسر اللهم يسر كاين هاد لي بونطالون هادو حتى هما اييه حتى هادو زوينين هادو هذا 120 درهم اييه زوين 120 درهم فيهم لي طاي تاعهم تا هما فيهم لي طاي فيهم حتى لوينات بان ليا لوينات كاملين هذوك فيهم اللون لون ولي طاي بجوج اييه لوينات وطايات ايوا صافي اللهم يسر